السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة. موضوعنا اليوم حول منظومة جديدة اللي هي ستيم جيت ريفريجريشن سيستم. هذه المنظومات اللي تطبق بنجاح في استخدمت في بدايات القرن الماضي اللي هو القرن العشرين، واستخدمت كونها طاقات حرارية قليلة حتى تشغلها. ولهذا راح نلاحظ انه يعني ممكن استخدام اي مصدر حراري حول تشغيلها. والمائع التثليج هو الماء، والماء تعرفون انه متوفر وممكن غير خطر. والسيستم هاف بين ديفلوبد وتكون الكاباسيتي رينج، يعني ممكن استخدامه من فيو كيلو وات إلى 660,000 كيلو وات، وهذه يعني يعطيني سماحية باستخدامها في مكانات متعددة وخاصة بالتكييف، وراح نلاحظها هسه. المعامل أداء من هذا السيستم مع مقارنة مع منظومات الفيبر كومبرسر سيستم هو قليل، ولكنه ممكن نستخدمه في مناطق هسه راح نذكرها لكم، واستخدمت واسعة الانتشار. التمبرتشر ووتر ريفريجيرنت ار نوت لو انف فور موست ريفريجيرنت ابلكيشن، يعني ما ممكن انه الحصله من هذه المنظومات درجه الحراره ما يمكن نستخدمه في كل التطبيقات، يعني التجميد والفريزنج والهاي، لأنه ليش نستخدم انه الماء على التدليج اللي هو الماء، وهذا هو المحدد مالتنا. فممكن انه نستخدمه بالاير كونديشننج والكولينج او التشنج ريكويرمنت، يعني متطلبات التبريد البسيطة. هذا السيستم ممكن استخدمه في بعض ال صناعات الكيميائية، ودائما نلاحظ أغلب شيء قريب من مصافي البترول. ليش يستخدموه في رفع البارافين واكس اللي هو شمع البارافين من الليبريكيتنج أويلز، ونجحوا بيها. فمنظومات بسيطة ورخيصة وتستخدم طاقة حرارية قليلة، و هذا الجت سيستم يقول لك ما تقدر تستخدمه بدرجة حرارة أقل من 5 درجة مئوية. ليش؟ لأنه تعرفون أنه المي بـ4 درجة مئوية يبدي يتجمد، فما نقدر نستخدمه جو 5 درجة مئوية. ولهذا قلنا أنه ما نقدر نستخدمه لا بالفريزينج ولا بغير شيء، أكثر شيء فينا بالتكييف. بالرغم أنه السيوبي مالتها قليلة، لكنه اكو لها بعض الفوائد، انه هي منظومات بسيطه راح نشرح لكم اياها بالمخطط. ماكو نو موفينج بارتس، يعني ماكو اجزاء ميكانيكيه تتحرك، وممكن يعني قدرتها او المرونه مال استخدامها كلش عاليه، وسهله ايزي مينتين، سهله الصيانه او الادامه، ولو كوست، السعر مالها كلش قليل. ووتر is the most harmless refrigerant، يعني غير ضار، انه الماي كغاز مع تجميد غير ضار. و capable to produce refrigerant using waste heat، يعني بعض الحرارات الضائعة، مثلا نشوف احنا بالابراج الغاز الضائع او اكزوست من مكائن كبيرة، اي heat solar energy heat source at temperature above، أي heat source يعطيني درجة حرارة فوق 80 أقدر استخدمه، فهي يعطيني سماحية وأنه أقدر استفاد من الطاقة المهدورة من العوادم ومن غير مكانات. المبدأ الأساسي لعملها هذا المخطط يمثل مخطط مبسط للمنظومة، بيه جزئين أساسيين اللي هو هذا الهاي بريشر، هذا ستيم جيت، هذا الستيم نوزل، وهذا الستيم جيت اللي جزئين أساسيين يتكون من عندها هذا الستيم جيت ريفريجريشن سيستم. المبدأ الأساسي إنه ستيم إيجكتر، إنه هذا
الضغط العالي يجيني من البويلر البخار الماء وين يجي الستيم نوزل من النقطة هاي رقم واحد. هنا يدخل البخار بضغط وسرعة عالية، راح يلقى مكان اكو يعني ضغط منخفض اقل من عنده، فبسرعة العالية وين راح يندفع؟ راح يندفع لهالمكان، باندفاع الى نقطة رقم ثلاثة راح يؤدي الى عمل تفريغ فاكيوم في هذا المكان، يؤدي الى سحب اللي موجود الغاز اللي موجود اللي هو بخار الماء اللي موجود هذا فلاش تانك، هنا تانك موجود فيسحبه هو. وبطريقة السحب مالته ايش راح يؤدي؟ راح يؤدي يعني جبره انه يتبخر بعد اكثر، ينسحب اكثر. بهذا الجبر، وقلنا احنا من ينخفض درجه من ينخفض الضغط في مكان انه تقل درجه حراره التبخر بالنسبه للماء، فهذا راح يسوي لي فاكيوم هنا ويسحب هذا البخار، راح يتبخر يسحب الطاقه الكامنه للتبخر من الماء اللي موجود بالفلاش تانك، مما يؤدي الى خفض درجه حرارته، وبالتالي نستفاد من عند الماء الموجود هنا ناخذه المن الى السيركولاتينج بامب، وناخذه هو كشولد ووتر الى اللود كولينج الى مبادل الحراري ممكن نستخدمه في قلنا التكييف، ويرجع مره ثانيه للفلاش تانك مره ثانيه نبخره. وهكذا البخار من يوصل هاي المنطقه بعدين راح يوصل اللي يسموها منطقه الديفيوز، هذا الديفيوزر اللي راح يصير بي يعني مثل ما نقول دايفرجنت التوسع هذا، فهاي الخاصيه هنا بالنسبه للغازات راح يصير بيها تقل السرعه ويرتفع الضغط، يعني نودي المن للكوندنسر وهذا الارتفاع بالضغط حتى شنو يسهل لنا التكثيف مالته، تعرفون انه حتى نكثفه لازم شوي نرفع ضغطه، ودائما يعني هذا كانما عمل الكمبرسر وارتفع ضغطه، وجينا هنا وصلنا للكوندنسر كثفنا تحول الى ماء مره اخرى، هو الخليط يعني الغاز والغاز البخار المرتفع منه والبخار اللي جاي مسحوب انخلطن وتكثفن بهالمكان، ورجع مره ثانيه ماء، رجع هذا الماء قسم من عده المن البويلر وقسم من عده يرجع يعوض النقص في البخار اللي هو بالفلاش تانك، تنقسم قسمين. الكوندنسر يبرد بواسطة انه كولينج ووتر اللي هو يجي من مثلا من كولينج تاور او من غير مكان ثاني. هاي المقدار التوسع هنا وهذا الضغط من 5 إلى 10 مرات يعني يختلف، يعني مثلا اذا اجى هنا في 0.01 بار راح يصعد ضغطه الى 0.07 بار، يعني كمثال هذا انه هاي المنطقه شلون فائدتها انه ترفع لي الضغط. الشيء المهم انه الكوندنسر يجي تقريبا 40 درجه مئويه، فاي مي ممكن المي اي مي نجيبه نقدر نبرد الكوندنسر وبهذا نحصل على ماء مكثف وبدرجة حرارة ربما ب 25 درجة مئوية، وتكمل الدورة قسم من الماء يروح المن للفلاش تانك وقسم يرجع المن للبويلر حتى يضخ على شكل ستيم. هذه بعض النماذج والصور حتى تشوفون انه هاي اكو يعني كبار واكو صغار، يعني هاي دائما اللي تتواجد في قرب مصافي التكرير النفط والبترول، وهذه يعني تشوفون حتى كبار يعني ساعاتها تختلف من واحد إلى آخر، مجرد كأمثلة. العلاقة بين الستيم جيت ريفريجريشن سيستم يعني والضغط ممكن أنه تلخص بهذا الشكل اللي هو يمثل بس الستيم جيت يعني مو الدورة ككامل، وهو المهم عندي حتى تشوفون تلاحظون التغير بالضغوط أثناء عمل هذا الستيم جيت. هذا الجيت يدخل بالإجكتر الضغط رقم واحد اللي هو ضغط البوير اللي يكون عالي جدا، من يطلع من نقطة رقم اثنين قلنا راح يلاقي انه ضغط منخفض كون هاي غرفة ضغطها منخفض جدا،
فراح ينزل ضغط البخار من 1 إلى 2، وهذا 2 نفسه هو ضغط 3 اللي هو ضغط الفلاش تانك أو التانك اللي يحتوي على الماء اللي ناخذه كمبرد. فثلاثة واثنين نفس الضغط، راح يدفعهن يختلطن وين يجن؟ يجن نقطة رقم 4. نقطة رقم 4 أيضا نفس الضغط مالتهم. ليش؟ لأنهم في كونتينر واحد أو زون واحد، مكان واحد. فهنا نلتقن، قلنا أنه بندخل هاي المنطقة، منطقة تقريبا شبه مستقيمة منا إلى هنا. هاي المنطقة تصير يسموها شوك ويف، اللي راح يصير بها مثال، يعني اللي هي مثل صدمة، بحيث يجي يرتفع الضغط من 4 إلى 5 بصورة، كوننا ضيقنا المساحة فيرتفع الضغط ب يعني مقدار بسيط لكنه على شكل مستقيم، يعني مو تدريجي. لهذا سميه بالشوك لأنه مستقيم، يعني كأنه فشي، يعني أشبه بالصدمة إلى أنه رأسا ارتفع. فمن 5 النوب إلى 6 قلنا يبدي يرتفع، تحول السرعة، تقل السرعة ويرتفع الضغط بصورة تدريجية إلى أن يوصل 6. هاي منطقة 6 اللي هي بعدين تروح للكونديسر، اللي هي تروح للكونديسر. هذا اللي تقسيم مراحل الضغوط في هذا المنطقة اللي هو بالستيم جيت. لو ننزلها هذه العلاقة يعني من 1 إلى 6 على التي اس دايجرام، راح نلاحظ انه من 1 إلى 2 حلحل توربين، عفوا، يعني من ينزل، فبي يعني ايزونتروبي وبي لا حقيقي اللي هو 2، زين. ومن 2 إلى 4 انه بنفس الضغط ونفس درجة الحرارة. من 4 إلى 5 هاي منطقة الشوك ويف، راح يرتفع، وقلنا انه دائما بالغازات خاصة البخار الماء من يرتفع ترفع درجة حرارته يرتفع ضغطه، وبالعكس من ترفع ضغطه ايضا ترتفع درجة حرارته. من 5 إلى 6 هاي المنطقة اللي هي كأنما صارت شبه الضاغط، زين، راح يرتفع من 5 إلى 6 ايضا بايزونتروبي وبحقيقي اللي هو 6 اس الايزونتروبي و 6 الحقيقي، وهو هذا الضغط. هاي هنا العلاقة على التي اس دايجرام. من نجي انه نبدي العلاقات الرياضية للإنيرجي مالته، راح نبدي منها من الستيم نوزل اللي هو هذا الستيم نوزل، يبدي من 1 إلى 2. فعندي اتش 1 الى زائدا يو 1 تربيع على 2 يساوي اتش 2 زائدا يو 2 تربيع على 2، طبعا اليو اس 2 اس على 2 الايزنتروبية، زين. هذه المعادلة يعني اللي هي تقريبا تشبه معادلة برنولي، اللي هي تقريبا حفظ الطاقة، وحيث اتش 1 واتش 2 اللي هي انثالبي بيفور اند افتر نوزل، واليو 1 اند يو 2 الستيم فيلوسيتي سرعة البخار من الدخول والخروج. الكفاءة الايزونتروبية بالنسبة للنوزل اللي هم من 1 إلى 2 هذه تطبق H1 minus H2 على H1 minus H2S، انه سرعة كلش قليلة لانه تريد من البويلر، فممكن انه يعني نلغيها، فممكن انه نستخدم اذا عندنا نستخرج اليوتيوب بواسطة هذا القانون اللي هي تحت الجذر 2 في كفاءة النوزل على H1 minus H2. منطقة الميكسينج اللي هي هاي المنطقة اللي هي البيها 2 و3 و4 اللي هي نفس الضغوط بيها، طبعا اكو الماس المومنتوم اند ماس بالانس كان بي دون ان ذس سكشن. الام دوت 1 هي نفسها الام دوت 2، من 1 إلى 2 هي نفسها ثابتة. نبدي الام دوت 4، هاي الام دوت 4 جاي نحكي على الام دوت 4 هي نتيجة انه الام دوت 2 زائد الام دوت 3، والام دوت 2 هي نفس الام دوت 1، فالام دوت 4 هي ام دوت 1 زائد الام دوت 3. اوكي، هسه من نجي نطبقها انه الام دوت 4 ناقص ام دوت 1 السرعة، يعني كأنما ام دوت 2 في السرعة الثانية ناقص الام دوت 3 في
السرعة الثالثة اللي هي صارت المومنتوم بالانس، هذه تمثل المومنتوم بالانس اللي هي الام دوت في السرعة. Consider the velocity of rising vapor of vapor evaporative U3 is very small. طبعا هنا هم هاي السرعة أيضا قليلة جدا، فممكن أنه تهمل، فلهذا إذا صفرناها إيش راح يصير؟ أنه الـ M.4 في الـ U4 يساوي الـ M.1 U2، M. كان M.2 U2، M.1 في هاي المعادلة اللي هي المومنتم زائد الـ M.3 في الـ H3، ويساوي أن الـ M.4 هاي المنطقة راح يجي هنا H4، وفي زائد واحد نصف الـ U4 اللي هي الكاينتيك انرجي والبوتنشال انرجي. هاي العلاقات اللي ممكن نستفاد من عدها في هاي المناطق. الشوك ريجن اللي هي منطقة الصدمة، فاللي هي من 4 إلى 5 اللي قلنا عليها، هاي الشوك السرعة يقول لك نقطة 4 اكسيد the sound velocity، تتجاوز سرعة الصوت، and the shock region occur in constant cross section area، يعني تحدث في مساحة ثابتة، cross section area مساحة مقطع ثابتة. It can be written as equation of momentum and mass conservation and mass conservation. Mass conserve اللي هي M.4 يساوي لنا U4 في المساحة على ال V4، وتساوي ال U5 متساويات، كون الـ M. متساوية فM.4 كأنما تساوي الـ M.5، ولأنه المساحة ثابتة والسرعة تقريبا شوية راح تكون مختلفة والحجم النوعي، فبما أنه مساحة ثابتة إيش راح يصير؟ أنه اختلاف السرعة على الحجم النوعي يساوي السرعة الخامسة على الحجم النوع الخامس، بحيث أي اللي هي throttling area نوزل اللي هي مثل مربع. ال V4 V5 اللي هو specific volume before and after shock wave. المومنتم conserve اللي هي راح تكون اختلاف الضغوط من 4 إلى 5، يكون الارتفاع هذا اللي راح يصير، ففي 5 ماينس في 4 في المساحة اللي هي راح تحصل على المومنتم يساوي يو 4 ماينس يو 5 في الام دوت في الام دوت 4. البي 4 والبي 5 اللي هي الضغوط اللي بالقبل وبعد الشوك ويف. الانرجي كونسيرف اللي هي حفظ الطاقة اللي موجودة ايضا H4 واليو تربيع على 2 ويساوي H5 زائد اليو تربيع 5 على 2 اللي هي قلنا مثل حالة حال معادلة برنوني واللي هي energy conserve. الديفيوزر هاي منطقة الديفيوزر اللي هي من 5 إلى 6 اللي هن قلنا ارتفاع الضغط. After shock region at 0.5, the velocity reduces below the sonic. نابدا راح يقل السرعة أقل من سرعة الصوت. Then the kinetic energy change to enthalpy at 0.5. نانا الكينتيك إنرجي راح تتحول يعني الطاقة الحركية راح تتحول إلى enthalpy. The equation of energy conservation will be وراح تكون ال معادلة حفظ الطاقة من 5 إلى 6 راح تكون بهذا الشكل نفس السابقات. زين. If the velocity of end of the nozzle is neglected، يعني قصده إنه السرعة مالت هذا المكان كونه راح تصير بطيئة جدا وراح يعني توصل إلى الكوندنسر فراح شبه تتوقف، فهنا راح تتغير المعادلة بهذا الشكل كون هاي المنطقة صفرناها، هاي المنطقة صفرناها سرعة كلش قليلة، فراح تكون معادلة H6 ماينس H5 U5 تربيع على 2 فقط راح يبقى الـ U5. والديفيوزر
efficiency ممكن انه راح تقطع لنا ممكن تستخدم في هذه الشغلة. ليش؟ لانه قلنا الديفيوزر اللي هو هاي من 5 إلى 6، ايضا راح الكمبرسر اللي بايزونتروبي وبحقيقي، وهاي الكفاءة اللي هي H6S بالنسبة للديفيوزر ماينس H5 على H6 ماينس H5. هنا أنا بعض العلاقات اللي ممكن انه تدخل عندنا، واللي هي مثلا الشوك افشنسي، واللي هي الشوك بوينت افشنسي اللي الصدام تصير بين 4 و5، فممكن تدخل كون احنا مثل ما قلنا الكفاءة لهذا مساحة المقطع اللي هي ما بين 4 إلى 5. اكو مصطلح جديد اللي هو يطلع لنا اللي هو الميو، هذا الميو اللي هو نسبة ماس ريشو اوف موتيف ستيم اللي هو ام دوت يعني دفع تو رايزنج فيبر، يعني هذا الستيم اللي هو ام دوت 1 اللي خارج من النوزل الى الام دوت مال الستيم اللي هي متبخر من الخزان. هاي النسبة يطوها ميو هذا الاسم هذا، وهاي العلاقة اللي تحكمها، هاي العلاقة اللي تحكمها. وهنا كفاءة اللي هي النوزل والافيشنسي مال منطقة الشوك والديفيوزر، وكل هند راح يعوضها بالكفاءة اللي هي حاصل ضربهم، عوضها بهذا المكان. حصلنا على هذه العلاقة الرياضية. أيضا الثروتليك نوزل افشنسي إذا كانت يعني الافشنسي الثروتلينج اللي هي هذه تساوي 1، فممكن إنه الميو يصير ام دوت 1 على ام دوت 3 و H6 S minus H4 على H1 minus H6S اللي يعني بعد ما هاي صارت 1 ففتحناها ندخلناها هاي راح تنحذف ويا هذه ويبقى H1 minus H6S، مجرد ترتيب بالرياضيات. هنا هسه راح نجي انه كمنظومة متكاملة، هاي المنظومة متكاملة تقريبا مخطط للمنظومة المتكاملة هذه، وراح نجي نبحث على يمن على الريفريجريشن افكت والانبوت هيت بويلر. وهنا لا تلاحظ كانما هسه هذا الديفيوزر اللي هو الايجكتر اللي جاي يصير هاي 1 من هنا الى 6 اللي سولفنا عليها اللي يروح للكونديسر ضغط الكونديسر، وهنا هذا 3 اللي هو كميه المنطقة البخار الصاعد من الافبريتر اللي هو الفلاش تانك. يجي الكونديسر راح يتكثف، من يتكثف راح يجي بامبينج، وهذا البامبينج راح يجي قسمين، قسم نوديه للبويلر اللي هو الرئيسي والاساسي حتى يرجع لنا يسخن ويرتفع حرارته ويجي يندفع بالاجكتر، والقسم الثاني هو لتعويض الماء الناقص اللي هو عن طريق رقم 3 لانه راح يرتفع بخار، ايضا راح يصير عندنا نقص في كميه الماء. هنا هذه المنطقه برد هذا الماء، سحبنا من عده الطاقه الكامله للتبخر، نزل درجه الحراره المحسوسه وصل مثلا 5 درجة مئوية 10 درجة مئوية، نجي نسحبه ونضغطه الى الكولينج لود اللي هو مثلا هيت اكستشينجر اللي هو تشيلر حتى يصير لنا ماي بارد، او مباشره للزون ومبادل حراري هوائي راح يتحول لهواء بارد ويرجع مره ثانيه منطقه هاي المنطقه 12 ويجي هنا ينفث كانما شلون نفس الاكسبانشن فالف عمليه سبراي حتى ايضا يساعد على التبخر. سبراي ما ننزله مباشر، ينزل على شكل سبراي حتى يعني نقاط صغيرة حتى أسرع بالتبخر ونزيد كفاءة عملية التبخر وكفاءة المنظومة. refrigeration زاد طلبة هي ممكن حسابها من القانون اللي هو الـ M.3 هو الـ M.3 الصاعد اللي هو كأنما الخارج من المبخر ورايح للكمبرسر، فالام دوت 3 مثل ما اخذناها بالمحاضره السابقه في H3
ماينس H12 اللي هي داخل المبخر، كمية الماء اللي هنا اللي راح ندخلها على شكل سبراي. الكيو الانبوت الهيتنج اللي نحتاجها، كمية الحرارة اللي يحتاجها البوير اللي هي M.1 في ال H1 ماينس H7 اللي هي خارجة من الكوندنسر، H7 ما خارجة من الكوندنسر. السي او بي راح تكون هي كيو ريفريجريشن على الكيو بي، باعتبار انه هذا مثل الشغل مال الكمبرسر، وهنا الكيو ريفريجريشن هو التأثير التبريدي اللي هو H3 ماينس H12 و H1 ماينس H7. هاي الميو يعني انه عندي ام الميو شو تساوي M.1 على M.3، هنا صارت M.3 على M.1 فصارت 1 على ميو، وهكذا تطلع عندنا السي او بي بصوره مبسطه. شكرا جزيلا، وهذا كل ما موجود حول موضوع الستيم جت ريفريجريشن سيستم. شكرا جزيلا لكم.